وفي السياق، أكدت السيدة سارة بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن استضافة مملكة البحرين للمنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم لسياحة الفن الطهي يعد إنجازا بارزا يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في هذا القطاع المتنامي. وأوضحت بوحجي في تصريح لها لوكالة أنباء البحرين بأن المنتدى يمثل حدثا استثنائيا كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ذلك يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع السياحة وتنويع مصادره. وحول أهمية إقامة المنتدى في مملكة البحرين، أشارت إلى أن فن الطهي يشكل محورا أساسيا في استراتيجية السياحة الوطنية 2022-2026، مشيدة بالدور المميز للطهاة البحرينيين في الترويج للمطبخ المحلي وإلى ما يقومون به من عرض لفنون الطهي البحريني بأسلوب مبتكر يعكس تراث المملكة.